انت يهودي واليوم السبت اورشليم مملكته. طب كل عمرنا عايشين هيك مع بعضنا مثل التبغولية، شو صار هلا؟ يعني اذا متت بدي تغسلوني هون وتكفنوني هون. كيف بدي اسالها اذا ما عم بقدر اشوفها؟ ما بدي اشوفها لاسالها. ابعث لها رساله. كل همهم هو انهم يرضوا اليهود والماسون، لا تستبعد بيوم من الايام يرحلوا حتى يهود بلادنا لفلسطين. قبض حق دمات ابوك. وين الدهبات؟ عم بقول لك اعدام اعدام. شجعته لابني يخطفها. مصطفى مين بده يخطفه؟ شو هادو الكنت؟ يخرب بيتك ما احلاكي. ليلك شو هاد؟ والله طالعك محمل والله. شو بدك يا لسه بذهنك انك متصرف وعندك سلطه وكلمه؟ لا 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 يا بيك. عظم الله اجركم. ان شاء الله مرد لك يا هبيتك. وليه لا يحكي وليه؟ اذا ما رجعت قولوا ابوك كان رجال. خلص خليك يا سيدي، ما لحتى استرجعك مشان تركبه. خلاص انت خلاص. ولا حركه اطلاقها بروحك. لانه مصطفى من يوم الطياره لهلا مو مبين. شو عمل؟ شو عمل يوني؟ بلشوا بالحاره زينوها مين؟ زينوها من سوق مدحت باشا لهو المصطفى اللي يعرف الله. المصطفى اللي يعرف الله. زينوا الله شيء.